خمسة من عماد مدعب، مرتدة، تصوير. قدم النادي الأهلي مباراة الإياب لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نظيره الإيفواريس ويزبورت في تمام السادسة من مساء اليوم السبت على ملعب استاد القاهرة. ويطمح أبناء القافلة الحمراء لتحقيق نتيجة تعوض هزيمتهم في لقاء الذهاب بساحر العاج الذي انتهى بهزيمة المارد الأحمر بهدفين لهدف. فرانسيس يعطي كرة لتريكا، تريكا يوصل كرة أخطر خطيرة جدا وفتحي، والهدف الثاني، الهدف الثاني من أحمد فتحي، الهدف الثاني من أحمد فتحي. قلت لك السيناريو لا يستبعد. يسعى جريده وأبناؤه للفوز بالبطولة الثانية مع الأهلي وتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بـ20 لقب قاري لبطل مصر.